السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الرابعة، أهلا بكم إلى اختبار الفصل الأول في التربية الإسلامية. التمرين الأول: اكتب الحرف صاد أمام كل جملة صحيحة والحرف خاء أمام كل جملة خاطئة. أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة التين، إذا كانت خاطئة نكتب خاطئة، إذا كانت صحيحة نكتب صاد. حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم. الرياء من صفات المسلم. أنزل الله الزبور على النبي موسى عليه السلام. التمرين الثاني: أربط كل بطاقة بالعبارة المناسبة. يصلي خالد في الليل والناس نيام. يساعد محمد الفقراء دون أن يخبر أحدا. صامت سعاد يوم عاشوراء وأخبرت معلمتها لكي تشكرها. يتصدق عمر بماله ويخبر الجميع. صام هشام يوم عاشوراء دون أن يراه أحد. يحفظ منصور القرآن لينال رضا الله عز وجل. تمرين ثالث: أكمل طلب العلم. إذن نذكر ثلاث مظاهر من مظاهر الإخلاص هنا موجودة. الإيمان بالكتب السماوية، نعرف الإيمان بالكتب السماوية فقط، لا نذكر الكتب السماوية هنا. عباد الرحمن هم، من هم عباد الرحمن؟ التمرين الرابع: أكمل سورة التين. والتين حتى للآية الرابعة، حتى إلى الآية الرابعة. الوضعية الإدماجية: عاد أحمد من صلاة الجمعة وذهب مسرعا إلى أمه. أمي أمي لقد تحدث الإمام اليوم عن الزكاة فأخبرنا حكمها وشروطها ومن هم الذين يستحقون الزكاة. نكمل: الزكاة هي الركن من أركان الإسلام. ما هي شروط الزكاة؟ شروط الزكاة: اذكر خمسة ممن يستحقون الزكاة. واضحة؟ إذن الزكاة هي الركن. نجيب من أول. أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وسورة العلق، الآية الأولى من سورة العلق، إذن هذه عبارة خاطئة. حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم صحيح. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الرياء من صفات المسلم خطأ، الرياء ليس من صفات المسلم. أنزل الله الزبور على النبي موسى عليه السلام خطأ، لأن الزبور أنزله الله على النبي داود عليه السلام. تمرين ثاني: أربط كل بطاقة بعبارة مناسبة. يصلي خالد في الليل والناس نيام، إخلاص لله. يساعد محمد الفقراء دون أن يخبر أحدا، إخلاص لله. صامت سؤاد يوم عاشوراء وأخبرت معلمتها لكي تشكرها، رياء. تصدق عمر بماله ويخبر الجميع، إخلاص ويخبر الجميع، رياء. صام هشام دون أن يراه أحد، إخلاص لله. يحفظ منصور القرآن لينال رضا الله، إخلاص لله عز وجل. هنا الموجودة في كتاب التربية الإسلامية: طلب العلم. ما هو طلب العلم؟ الإخلاص. إذن هنا الوفاء وإتقان العمل موجودة من مظاهر الإخلاص في الكتاب. إيمان بالكتب السماوية هو أن نؤمن بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه عليهم السلام وأمرهم أن يبلغوها للناس. عباد الرحمن هم المؤمنون الذين يتصفون بالأخلاق الفاضلة، لذلك يحبهم الله عز وجل. نكمل سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وضعية الإدماجية: عاد أحمد من صلاة الجمعة. إذا نجيب: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. شروط الزكاة هي أن يبلغ المال النصاب وأن يدور عليه الحول الهجري سنة هجرية كاملة، هذه هي شروط الزكاة. خمسة من يستحقون الزكاة في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الآية. شكرا لكم وإلى اللقاء.